بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مستشفى كرى يقدم خدمات طبيه للمواطنين يعني بشكل ممتاز جدا، وبالذات في المرحله الحاليه اللي تعيشها البلد، وبالذات محافظه مأرب تستقبل اكثر من 1,500,000 نازح، لذلك يشكل علينا ضغط كبير وكقسم طوارئ، بالذات كقسم طوارئ نستقبل حالات كثيره يعني من الحوادث، السقوط، الحالات الجنائيه، وتشكل علينا ضغط كبير، لكن بوجود الاداره ممثله بالمدير العام كل شيء يكون سهل لدينا، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. مستشفى كرى الريفي تحول من مستشفى ريفي الى مستشفى نموذجي عام الان يحظى بميزانيه، وهذا يعني اعتمد على الدعم المقدم من قبل الحكومه ومن قبل السلطه المحليه. المدير هنا نموذجي جدا للغايه، انا لاحظته منذ عامين وهو يقوم باستحداث اشياء جديده في المستشفى، وايضا يعمل على تطويره. هناك أقسام استحدثت وهناك أشياء جديدة وجدت في هذا المستشفى، وهو الآن يلبي طموح المواطنين في هذه المحافظة. معك مطاولة؟ ها؟ معك مطاولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبائلنا قسم الحاضنات في مستشفى كرى فتح قريبا في شهر 9/1/2017. القسم كان بالعناية المركزة، حاولنا أن نستغل الفرصة ونقل القسم لمكان خاص بالحاضنات. الحمد لله لحد الآن نستقبل حالات بريماتشور يعني خدج وحالات فول تيرم. لحد الآن الحمد لله القسم ماشي تمام، وطبعا هذا بكل جهود الدكتور رضوي مدير مستشفى كرى، وكمان الخدمات اللي نقدمها بالاتحاد البري ماتشور 7 شهور طبعا ياخذ وقت طبعا بالحضانه، بس نحاول بجهود الاطباء وبالطاقم التمريضي داخل المستشفى كرى وداخل الحاضنات الحمد لله خلقوه بخير، وتقل الوفيات داخل الحاضنات من تاريخ 1/9 حتى الان تاريخ 11 الوفيات قلت بنسبة كبيرة. قسم التغذية والتحصين، نقوم بتحصين الأطفال الوافدين إلينا، نتعدى باليوم الحالات 5 إلى 6 حالات أو الأكثر من الحالات، بالأخص يوم الاثنين والثلاثاء حالات سوء التغذية، وصلنا في رقم سام إلى 220 للآن، ولازال في توافد، في حالات جدد تجي، في حالات عادة نقل، في حالات عادة قبول، وفي حالات انتكاسة، يعني ازدحام في سوء التغذية. نقوم نعطيهم علاجات، نعطيهم ونطال في عيادة TFC بما أن الحالات أغلبها تجي ناقص الوزن زيادة.